مرحبا يا احمد ربيع. عليكم السلام شيخنا. هاتي بس غيرك عندي سؤالين بس. سأل عما بدا لك. انا عندي شقه عريضه للبيع. الحمد لله. من اول عرضها للبيع ولا بعد ما تبيع؟ انت تاجر شقق؟ لا دي شقه ملكيه خاصه. عشان اشتري شقه اخويا. اذا كان ذلك كذلك فلا زكاة الا اذا قبضت الثمن ومرت عليه سنة. ومرت عليه سنة. الله يوفقك.